هذه لا فيرسيون جديده ديال علي زوا ريماستريزي ريميكسي هادشي كيعني ملي خدينا لو نيجاتيف اوريجينال ديال الفيلم و الصوت اوريجينال و ترانسفيرينا داكشي في نيميريك في ديجيتال في لي تكنيك ديال اليوم كيف ما كيتصوروا اي فيلم جديد اليوم باش ليكسبيريونس ديال المتفرج في قناه السينما ولا في افلامين في لا بلاتفورم تكون زوينه قويه لا بالنسبه للصوت لا بالنسبه للتصوير. واحد من الاسباب اللي خلاني نخرج الفيلم عاوتاني اليوم هي ملي مازالين اطفال في الشارع ولا فوت ماشي ديال شي واحد ولا حنا هنا ماشي باش نقولوا المسؤوليه ديال كل شيء ديالنا على كمواطنين فنانة الدولة المؤسسة وجمعيات خدامين بزاف باش يعاونوا وما خصناش نساو هذاك الشيء ولوكازيون باش نخرج عاوتاني علي زوا اليوم هي باش ما نساوش باش هذا الموضوع ديال الاطفال الشارع ما يتنساش لحقاش بزاف ديال المشاكل في العالم ديال اليوم في المغرب ديال اليوم مورا الكوفيد اللي يمكن خلاوني وخلاو الناس كامل يقولوا هذا الشيء ما بقاش اون بريوريتي لا مازال سي اون بريوريتي وما خصوش يتباناليزا هاد القضيه داكشي علاش الرباح ديال الفيلم غيمشي 50% جمعيات بيتي و 50% الابطال ديال الفيلم. انا هاد الفيلم هذا كنحس فيه كان عنده واحد الاهميه كبيره هذه 20 عام ومازال حد الان عنده ديك الاهميه كبيره وقليل الافلام اللي كيقدروا يعيشوا هكا ويدوزوا جوستمون 20 عام وما ما 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 ديك لا فورس ديالهم تبقى هي وانا ديك لا فورس ديال علي زوا بوغ مو ما جا سورتو من الصراحه ديال داكشي اللي كيبين نبيل من داك لا كيت دو فيريتي فهمتيني ديال هاد الاطفال اللي كيهضر عليهم حيت باش جا هضر عليهم راه دوز سنين معاهم باش يعرف حياته باش يعرف داكشي اللي كيضرهم باش يعرف شنو هي الايام ديالهم باش مصاوبه فهمتيني علي زوا انا ليلي سي ان فيلم كولت فهمتيني سي ان فيلم كولت اللي غادي يبقى ديما بريزون فهمتيني حيت سيتي اون اوتر مانيير دو فير دو سينما فهمتيني اللي انا بعدا انا ما كنتش كنعرفها كاينه فهمتيني انا اكتشفت هاد السينما هادي اترافيغ علي زوا فهمتيني ان سينما اللي كيمشي يقلب في لو ريال فهمتيني باش يعاود شي حاجه افيك لا بويسونس ديال لو ريال جوستومون دونك لو ترافاي ديال نبيل pour faire علي زوا لابروش ديالو ان طونك سينياست انا ما بولفيرسي فهمتيني النهار اللي شفت علي زوا ما بولفيرسي فحالي نكلاك فهمتيني اون كلاك دو سينما وبقى معايا و بوتيتر كو هذيك لا ريزون اوسي اللي انا اليوم جو سوي ديفوني سينياست اوسي باسكو جي كومبري كافي دي مانيير دو فير دي فيلم اللي عندهم واحد لامبورتونس فريمون ماشي غير تعمل فيلم باش تعملو ستادير كاينه واحد لا ريزون فهمتيني بروفوند علي زوا جديد غادي يكون بشرة خير علينا وعلى بزاف ديال الوليدات اللي كانوا لعبوا في الفيلم ديال علي زوا ان شاء الله تكون اون بون اكسبيريونس حيت ما كانش عندي انا هذه الفكره ديال ان واحد الفيلم مغربي غادي يعاود يتعرض في السينمات رغم انه تعرض بغينا نشوفوا واحد ليفور من المغاربه انهم يجيو يشجعوا هاد الوليدات هادو اللي كيف ما صرح نبيل علي زوا العائدات ديالو غادي تكون 50% ليها البيتي و 50% الاربعه ديال الوليدات اللي لعبوا في الفيلم اللي منهم انا عدو بلا مقاولة انا وان شاء الله خير ان شاء الله خير.